اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يلا ناخذ المحاضرة الأولى من الانزيمز، اللي هي مجرد عبارة عن تعاريف، عبارة عن بروبرتيز، عبارة عن خصائص، عبارة عن ميزات، ونشوف شنو هاي الانزيمات. زين، فتعرف الانزيمز عموما او الانزيمات انه هي عبارة عن مولكيولز ذات ار بروتينز، لان الانزيمات هي عبارة عن مولكيولز اللي تكون بروتينات. الفائدة مالتها إنه هي تزيد rate of chemical reaction by lowering the energy of activation. Okay, but do not alter the equilibrium constant of the reaction they catalyze. الإنزيمات هي عبارة عن بروتينات. Okay, هي عبارة عن molecules of proteins. متخصصة بشنو؟ متخصصة إنها تزيد من سرعة التفاعل، تزيد سرعة تفاعل معين. Okay, دون أن تدخل به كعامل. شلون؟ كل التفاعلات هسه من عندنا احنا تفاعل عادي، زين هذا التفاعل حتى يتم يحتاج فد ليفل معين من الطاقه حتى هذا التفاعل يتحول هذا البرودكت عندنا من اي الى بي، يعطينا هذا الناتج مال التفاعل. يحتاج ليفل من الطاقه مثلا ليكن 100، يحتاج 100 انرجي يلا هذا التفاعل يتم. فائده الانزيمات هنا انه هي تزيد الطاقه او العفو تقلل الطاقه اللازمه اوكي للاكتيفيشن مال هذا التفاعل. يعني بدل ما تخليه ب 100 اوكي يحتاج 100 انرجي الله يتكون هذا التفاعل يتحول لبرودكت من اي الى بي، مثلا يتكون هذا التفاعل بانرجي 50، فتقلل الطاقه اللي يحتاجها التفاعل، فبالتالي انه هي تسوي كاتاليسيس انه هي تزيد السرعه اللي يتم بها هذا التفاعل من دون ان تاثر على الاكوليبريم كونستانت، بدون ان تاثر على ثابت التفاعل. فبالتالي انه التفاعل مجرد تسويه بشكل اسرع. يعني لما ندخل ماده جديده نزيد الكونسنتريشن مثلا مال البرودكت اي حتى نزيد الكونسنتريشن مال البرودكت بي، لا، هو التفاعل نفسه بالضبط، سواء وجود الانزيم وعدم وجود الانزيم، بس الفرق انه وجود الانزيم انه التفاعل راح يصير بسرعه اكبر عن طريق تقليل الطاقه اللازمه للاكتيفيشن مال هذا التفاعل. فيقول لك انه هي تعمل تصير كاتالايز، انه هي تسرع لنا تقريبا كل التفاعلات الكيميائيه اللي تصير بداخل الخلايا مال جسمنا. كل التفاعلات الكيميائيه اللي بداخل جسمنا بفعل هاي الانزيمات راح تقل الطاقه اللي تحتاجها حتى يتم التفاعل، فبالتالي تخلي التفاعلات تتم بشكل اسرع دون ان تدخل بالتفاعل. فبالتالي بما انه هي ما تدخل بالتفاعل، هي مجرد وجودها يسرع التفاعل، فهي لا راح يصير بها استهلاك ولا راح تقل كميتها. هي لو تدخل طرف بالتفاعل كان الكميه مالتها قلت بواسطه التفاعل المعين واستهلك منها قزم بالتفاعل، بس هي ما تدخل بالتفاعل مجرد سرعه، فبالتالي كميتها لا راح يصير بها altered ولا راح يصير لها consumption، ما راح يصير بها استهلاك. فبالتالي هذه الانزيمات يمتاز عنها انه تسمى ريوزبل، يعني نفس الانزيم نقدر نستعمله اكثر من مره. كل ما يصير التفاعل يجي هذا الانزيم يتدخل بالتفاعل يسرعه يطلع، يرجع التفاعل ينعاد يرجع الانزيم يدخل بالتفاعل يسرعه ويطلع، لا راح يصير به استهلاك ولا راح تقل كميته، فيكون ريوزبل قابل للاستعمال اكثر من مره. زين، من الانزيمز، يعني اذا نحكي على الانزيمز بنقول انزيم يعني بروتين، هنا لازم نخلي ببالنا من نسمع كلمه انزيم يعني بروتين. اوكي، فماني انزيمز ريكواير ذا بريسنس of other compounds اللي هو نسميه الكوفاكتور او العامل المساعد. قسم كبير من هذه الانزيمات تحتاج وجود عامل مساعد، هذا العامل المساعد عن طريق انه هو يتصل بالانزيم يلا هذا الانزيم يشتغل ويقدر يسوي الافكت مالته. فماني انزيمز ريكواير ذا بريسنس اوف اذر كومباوندز، تحتاج وجود فالعوامل المساعده سميناها كوفاكتور على مود يستعمل هذا الكاتاليتيك افكت، هذا الافكت مالته بتسريع التفاعل حتى تقدر تنقله او تسوي له اكزيرشن بشكل كامل. فهذا الانتاير اكتيف كومبلكس از ريفيرد تو هولو انزيم. هولو انزيم تعرفون يعني شنو؟ هولو انزيم يتكون من انزيم هو هذا مالتنا الانزيم مالتنا اوكي زائد الكوفاكتور. هذا التيم او هذه التشكيله او هذول الثنائي من يشتغلون سوا انه يجي عندنا انزيم والكوفاكتور مالته هو راح نسميه هولو انزيم. من نريد نوصف البروتين وحده نسميه انزيم، هذا البروتين وحده نحكي عليه. من نريد نوصف العامل المساعد الوحده كوفاكتور، من نريد نسميهم او نوصفهم اثنيناتهم سوا راح نسميهم هولو انزيم. فيقول لك ان الهولو انزيم يتكون من هذا الابو انزيم اللي هو البروتين بورشن اللي هو جزء البروتين مالتنا بلس هذا العامل المساعد مالتنا
اللي هو اوكي العامل المساعد اللي هو الكو فاكتور وليس الكو انزيم. كو فاكتور غلط، اوكي غلط، هاي كو انزيم، هذه لازم تستبدل بكو فاكتور. اوكي كو هذه غلط، كو فاكتور. فيتكون الهولو انزيم هو عباره عن انزيم اللي هو الانزيم مالتنا زائد هذا العامل المساعد اللي هو البروستاتيك جروب اللي هو عباره عن نقول فد مجموعه نسميها بروستاتيك مصنعه اوكي، او ميتال ايون او عباره عن ايون مال معدن معين اوكي نسميه اللي هو الكوفاكتر. فهذا الكوفاكتر اضافه للاكو انزيم مالتنا هم اثنيناتهم سوا يلا يشكلون لنا هذا الهولو انزيم. هولو انزيم كوفاكتر لتيهون مو كو انزيم، كو انزيم غير شكل واكو انزيم ماشي. الكو انزيم هسه الكو انزيم منو؟ الكو انزيم هي عباره عن مركبات تشتغل نفس شغل الانزيم بالضبط، بس هي مو بروتينيه. هذا الفرق ان هي مو بروتين. كو انزيم هو انزيم بالضبط بس مو بروتين. فتعرف الكو انزيم بانها اورجانيك جروب عباره عن مجاميع عضويه مو بروتين. اوكي ذات جنرالي سيرف اس كاريرز اوف اني كترونز اور كيميكال جروبس، عباره عن هي عباره عن مجاميع عضويه اللي هي تشتغل كنواقل للالكترونات، كنواقل لل المجاميع الكيميائيه، المركبات الكيميائيه. واهم شرط بيها انه هي نون بروتين، الانزيم هو بروتين. لو موليكيولار ويت الوزن الجزيئي مالتها ناقصي، هيت ستيبل انه هي تكون مستقره بتغير درجات الحراره، اند بايندينج لوزلي وذ ذا انزيم اند ريجنريتد افتر ذا ريأكشن. اذا انه الكو انزيم هي مو انزيم ولا هي نفس الكو فاكتور، هي عباره عن اورجانيك كومباوندز اللي هي نون بروتين اللي تشتغل نفس شغل الانزيم، بتكون ملتصقه بالانزيم، وبالتالي انهم اثنيناتهم سوا يشتغلون الشغل مالتهم ويسوون كاتاليزس للتفاعل من دون ان يستهلكوا فيه. مجرد انه يكمل التفاعل الانزيم والكو انزيم اثنيناتهم يطلعون ويكونون مستعدين لتسريع تفاعل اخر واحد. فيقول لك كمثال على هاي الكو انزيم عندنا مثلا الفيتامينات، عندنا مثلا الكومباوندز ديرايفد فروم فيتامينز، هن ذني اللي يكون الكو انزيمز. اوكي اما بالنسبه للكو فاكتور، الكوفاكتور هو ايضا نون بروتين، فالبروستاتيك جروب فالمجموعه مصنعه تكون جنرالي بشكل عام انه هي فد ميتال ايونز، فد ايونات مال هاي المعادن اللي تكون ايضا مربوطه بهذا الانزيم وتساعد الانزيم حتى يشتغل بشغله. وقلنا من الكوفاكتور تكون موجوده يم الانزيم راح نسميه هولو انزيم. اوكي زين، وبالتالي باك تو انزيم تو مينتين ذا كوركت كونفيجريشن اوف ذا انزيم اكتيف سايت، انه انه يساعدنا هذا الانزيم، يساعدنا هذا الكونفيجريشن مال هذا الانزيم، هذا التركيب او الترتيب مال هذا الانزيم حتى يشتغل بالمكان اللي هو مخصص يشتغل به اللي هو الاكتيف سايت. الميتال كوم الميتال كوفاكتورز او هاي الايونات ماي باوند ريفرسبلي اور تايتلي تو انزيم، انه انه يكون المربوطات اما بشكل ريفرسبل يعني نقدر نشلعها او نقدر نوخرها من عنده، او تكون مربوطه تايتلي مربوطه بشكل يعني بشكل قوي. زين فذن الريفرسبل بايندينج اوكيورز ان ميتال اكتيفيتد انزيمز، عندنا هواي انزيمات تشتغل او يصير لها اكتيفيشن بفعل هاي الايونات، مثل عندنا المغنيسيوم اللي يكون كلش ضروري حتى يشتغل الكاينيزز والفوسفوترانسبريز والى اخره. تكون هذه الايونات عندنا مغنيسيوم، راح نشوف الكالسيوم، راح نشوف ايفن ذا صوديوم، حتى الصوديوم انه يكون ريكوايرد ويكون مطلوب حتى الانزيمات معينه انه هي حتى تقدر تشتغل وتسوي الافكت مالتها. زين هاي الانزيمات ان كلينيكال ميديسن شنو؟ يقول لك احنا نستفاد بهذه الانزيمات بالطب السريري، يعني بالطب كلينيكال ميديسن يسموه الطب السريري او الطب اللي بالمستشفيات مالتنا. شلون نستفاد منه؟ اول شيء نقدر نستخدم الانزيمات بالدايجنوز اند بروجنوز اوف ديزيز، يعني احنا نقدر نشخص امراض معينه بفعل الانزيمات، ونقدر نتابع امراض معينه ايضا بفعل الانزيمات. مثلا يقول لك لما يصير في تشينجز ان كونسنتريشن اند اكتيفيتي اوف بلازما انزيم، لما نجي احنا نسوي تحليل، نجي نسوي تحليل لهاي الانزيمات بالبلازما مالتنا وبالدم مالتنا. اوكي هذه الانزيمات احنا نعرف انه بالشخص الطبيعي، الشخص الطبيعي النورمال كل شيء ما بي انه هن يكون الموجودات بتركيز معين او بنسبه معينه. في حال انه صارت حاله مرضيه معينه، اوكي صراحة going to discuss them لما نوصل للسلايد مالتنا، لما تصير حاله مرضيه معينه هذني الانزيمات راح يتغير ترتيبا بالجسم. مثلا عندنا الاي اس تي، عندنا الاي ال تي، عندنا الاي ال بي، عندنا الكالاين فوسفاتيز اوكي والى اخره. هذني مثلا بالبشر الطبيعي انه تكون نسبه قليله. المريض اللي عنده مثلا التهاب الكبد الفيروسي، عنده هيباتايتس،
او صاير عنده فد انسداد بالقناه الصفراء، صاير عنده فد جول ستونز او فد حصوه صايره بالسي بي دي الكومبايل داكس، راح نلقى الاي ال بي صاعد، راح نشوف ان الاي ال بي صاير بيه صعود. زين لما احنا شلون راح اعرف اكو حصوه؟ راح يجيني المريض مثلا يقول لي انا بطني توجعني لما اكل اكله دهنيه، يصير عندي الم كلش فظيع، مرات من اتحرك يصير عندي الم على الصفحه اليمنى من بطني كلش ياذيني. اوكي انا شلون راح اسوي؟ راح ادز تحليل مال الاي ال بي او يسمونه الليفر انزيمز، انزيمات الكبد. راح اشوف الاي ال بي معلق، الاي ال بي صاعد، من خلال هذا الانزيم انا عرفت انه هو عنده فد انسداد مثلا، يعني كود بي انسداد بالسي بي دي او كود بي حصوه بالكمن بايل ده. زين فهذا اول استعمال انا استعملته، شخصت المرض، استعملته بالدايجنوزز، شخصت، قدرت اشخص المرض، قدرت اعرف الحاله. زين اوكي شخصت اني هذا عنده حصوه، اوكي انطيته مثلا، انطيته ايزورديل، انطيته ايزوزوربايد، انطيته ادويه اللي هي ممكن توقع الحصوه. زين انا شلون اعرف الحصوه وقعت لو لا؟ راح اظل بين فتره وفتره اسوي له تحليل مال الاي ال بي. مثلا انا الاي ال بي اول مره شفته طلع لي 140، ورا فتره ورا ما انطيت الادويه لقيت الاي ال بي ورا اسبوع لقيته صاير 100. معناها شنو؟ معناها صار تحسن شويه، الاي ال بي نزل، اكو حالته تتحسن. اجيت فحصته ورا اسبوع لقيت الاي ال بي صاير 60. اوكي فمعناها انا قدرت اعرف البروجنوسيس مال هذا الديزيز، قدرت اعرف انه هذا المرض دا يصير له ريزولف، دا ينحل، المريض حالته تتحسن. لو والله طلع لي الاي ال بي بالمره اللي وراها 180، لقيت الاي ال بي معلق بالزايد، معناها المريض حالته دا تسوء ولازم هذا اروح اسوي له عمليه ولازم ادخل ام ار سي بي او اي ار سي بي والى اخره من سوالف الحل مال الحصوات. فاقدر استفاد من الانزيمات انا هم اشخص وهم اتابع الحاله. انا فاني ما قاعد بنص بطنه وباوع ابا الحصوه نزلت لو ما نزلت، لا انا اقدر ادز تحاليل على دن الانزيمات، ومن خلال انا من يرجع لي التحليل انا اقدر اشوف الحاله مال المريض تتحسن لو تسوء، يحتاج اغير للعلاج، يحتاج ازيد للدوز، يحتاج احاول عمليات والى اخره. فبالتالي عن طريق انه انا اعرف هذا الكونسنتريشن مال دن الانزيمات بالبلازما مالتنا، هذا راح يعكس لنا تشينجز تصير داخل النسيج مالتنا. اقدر اعرف هذا النسيج حالته تسوء، بي مرض، بي فتشي، دي يتحسن. فبالتالي هاي الانزيمات تصير بالنسبه لنا مثل الشاشه اللي تعكس لنا ايش دا يصير داخل هذا العضو. انا ما اقدر اباوع على العضو ايش دا يصير بيه، بس انا اباوع على افرازاته، ابغى افرازاته ايش دا يصير بيها. فعن طريق انه انا اشوف افرازاته اعرف هو دا يشتغل بشكل طبيعي لو اكو فد مشكله. فتتقسم هاي البلازما انزيمز، هاي الانزيمات الموجوده بالبلازما مالتنا الى نوعين، نوع يسموه الفانكشنال انزيم. هذول من الفانكشنال انزيم، هذول مجموعه من الانزيمات يصير عمليه السنتسيس التصنيع مالتهم بالكبد بالليفر، وذن من يتصنع بالليفر، الليفر راح وين يدزهن؟ يدزهن للدم. فبالتالي راح يكون المتواجدات بالدم في التركيز كلش عالي بهاي كونسنتريشن، يسموهم فانكشنال انزيمز. اوكي اللي هنا مثل البروثرومبين، عندنا مثلا الهيبارين. اوكي هذول اللي هن يفرزن الكبد وفانكشنال يشتغله، مثلا البروثرومبين هو اللي راح يتحول يتحول لاثرومبين ويسوي لنا تخثر بالدم، الهيبارين يمنع التخثر الى اخره. وعندنا النوع الثاني اللي يسموه النون فانكشنال بلازما انزيمز، هذني شنو وضعهن؟ هذني ما يتواجدن بالدم، ما يتواجدن بالانترافاسكولار، هذني وين يتواجدن؟ يتواجدن بالانتراسيلولار، يبقى داخل الخلايا. فبالتالي انه بما انه هن يبقى الخاتلات داخل الخلايا، فهن يتواجدن بشكل كلش فيري لو ليفلز، في مستويات وكميات كلش قليله اللي تكون موجوده بالبلاد بالهيلث ستيت اند هاز نو فانكشن. يعني هن اصلا نسبه تركيزهم بالدم تكون كلش قليله، هن خاتلات بالخلايا. هذني شلون راح استفاد منهن؟ هذني في حال صار اي دمج بالخلايا، الخلايا بدات تتدمج، الخلايا بدا يصير بيها ضرر لاي سبب إن كان، فمن الخلايا بدا تتضرر، هذه الانزيمات راح تطلع من الخلايا وين تروح؟ راح تروح للدم. زين انا كبشر طبيعي انا ادري انه هذه الانزيمات اصلا ما تتواجد بالدم، اصلا ما موجوده بالدم لانني اصلا داخل الخلايا، فمن اجي اسوي تحليل وطلع ما موجودات بالدم هذا النورمال، هذا الطبيعي. بس من اجي بعدين انا اسوي هذا التحليل القى نسبه معلقه، فخلص انا راح اعرف اكو مشكله. فاذا هذني الانزيمات اللي مثلا موجودات بالهارت، موجودات بالقلب، شفت نسبه عاليه يعني عندي مشكله بالقلب. اذا هذني الانزيمات الموجودات بالليفر بالكبد لقيت نسبه عاليه، خلاص اذا عندي مشكله بالليفر والى اخره. فعن طريق النسبه والتركيز مال هاي الانزيمات انا راح اقدر اميز بالحاله واقدر اشخص، وايضا اقدر اتابع
اقدر اتابع انه انا ورا ما انطي العلاج اجي اشوف وين بدا تركيزي يقل، بدا نسبته تقل، معناه هذا يصير اكو تحسن. زين. فيقول لك عندنا مثلا هذه مقارنه بسيطه مال ان الفانكشنال بلازما انزايم اللي يتواجدن بالدم هواي والنون فانكشنال بلازما انزايم اللي المفروض ما موجودات بالدم. فإن الفانكشنال يقول لك انه موجودات بالبلازما ان هاير كونسنتريشن، دائما يكون الموجودات بالبلازما موجودات يفترض بالدم بنسبه اكثر من الانسجه. اوكي، بينما ذن النون فانكشنال مثل ما اتفقنا انه هن دائما بالبلازما كميتهم كلش قليله بالمقارنه بنسبه وجودهم بالانسجه والخلايا مالتنا. الفانكشنال بلازما انزايمز غالبا انه الفانكشن مالتهم معروفه مثل الكلوتينج فاكتور، مثل عندنا البروثرومبين، عندنا مثل اللايبيز، معروفه الافكت مالتهم. اما ذن النون فانكشنال انزايم احنا دائما ما نعرف شنو الافكت مالتهم وما نعرف شنو الفائده مالتهم. والفائده الوحيده المعلومه عنهم لحد الان انه احنا نقدر نشخص الامراض من خلالهم، نقدر ندز هاي التحاليل فنشخص المرض من خلال هذا الانزيم. زين، فالفانكشنال بلازما انزايم مثل ما اتفقنا انه دائما السبستريتس مالتها موجوده بالبلاد، هذني ما موجودات تكون بالبلاد، دائما هذني الفانكشنال بلازما انزايم دائما مكان التصنيع مالتهم الكبد، دائما يتم تصنيعهم بالكبد، بينما ذني النون فانكشنال انزايمز كل واحد من الاورجانز عنده انزيمات خاصه به. عندنا انزيمات موجوده بالكبد، موجوده بالهارت، موجوده بالبرين، موجوده بالعضلات الهيكليه والى اخره. فبما انه هذني الفانكشنال بلازما انزايمز ان كلهم يتصنعن من الكبد، فاكيد اي مرض يصير بالكبد احنا راح نقدر نعرف من خلالهم. اوكي؟ اللي هي ديكريز ان ليفر ديزيز، راح تقل نسبه لما يصير عندنا مرض بالكبد، لان بكل بساطه الكبد ما راح يقدر يصنع. مثلا عندنا واحد من التحاليل اللي هو يسموه بي تي، والبي تي تي اللي هو البروثرومبين تايم، مثلا من واحد عنده مشكله بالكبد، عنده التهاب الكبد الفيروسي، عنده تشمع بالكبد، يدزوه تحليل اسمه بروثرومبين تايم اللي هو وقت ما التخثر، يسووا له يشكوه في الشكه، يطلعون منه دم ويشوفون ايش قد الوقت اللي يستغرقه حتى يصير تخثر. اكيد البشر الطبيعي اللي ما بي شيء انه الكبد مالته يكون طبيعي يفرز بروثرومبين، فبالتالي هذا البروثرومبين راح يسوي تخثر بوقت قياسي اللي هو بين 12 الى 14 او 15 ثانيه، بينما الشخص اللي عنده مرض بالكبد راح يصير عنده تاخير بالتخثر لان الكبد ما يفرز بروثرومبين بنسبه كافيه. اوكي، اما هاي النون فانكشنال انزايم اللي قلنا كل واحد من الاعضاء عنده انزيمات خاصه به، فبالتالي صعودهن كل واحد شخصي. مثلا من يصعدنا الاي اس تي والاي ال تي والاي ال بي راح نعرف اكو مشكله بالليفر، من يصعد مثلا السي كي ام بي راح نعرف اكو مشكله بالهارت. فكل عضو تكون يحتوي على الانزيمات اللي هن يكونن الخاصات به. ومعطينا الاكزامبلز، قلنا على انزيمات الليفر مثل البروثرومبين، مثل الايبوبروتين، مثل اللابيز، وعندنا الانزيمات عندنا الاي ال تي والاي اس تي والسي كي ام بي والال دي اتش واللاكتوز هيدروجينيز والالكلاين فوسفاتيز اللي هو الاي ال بي، اوكي، والاسيد فوسفاتيز والسيرم اميليز اللي يطلع لنا من البنكرياس. اوكي، فذني الدياجنوستيك امبورتنس اوف انزايم يقول لك ان البلازما انزايم ميجرمنت از امبورتنت، انه احنا راح نحتاجهن لما نشخص الحاله. فمثلا لما نجي نلقى مريض عنده السي كي ام بي اللي هو الكرياتين كاينيز معلق، راح نعرف انه هذا الانزيم يعلق بحاله الاكيوت مايوكارديال انفراكشن، بحاله الذبحه الصدريه. لما واحد يجينا نشك بيه عنده اكيوت ام اي او اكيوت مايوكارديال انفراكشن، راح ندزه سي كي ام بي، راح نلقى شنو؟ راح نلقى السي كي ام بي معلق. ندزه تروبونين، واحد من الانزيمات، راح نلقى تروبونين معلق، خلاص هذا عنده اكيوت مايوكارديال انفراكشن. زين، مثلا يجون هذول عندهم التهاب بالبنكرياس يسموه بنكرياتايتس، دائما راح نلقى سيرم اميليز معلق. فاني من يجيني واحد شخص عنده الاعراض مال التهاب البنكرياس، يقول انا ظهري يوجعني، يقول عندي الم ببطني شويه باعلى البطن، ويقول انا اشرب كحول، مثلا عنده هيستوري انه يشرب كحول هوايه، انا راح افكر بالبنكرياتايتس. شلون اتاكد اني حكي صح لو غلط؟ راح ادز سيرم اميليز تحليل، يجيب لي التحليل مالته نلقى السيرم اميليز معلق، خلاص انه هذا الكيس بنكرياتايتس. زين، عندنا مثلا الاسيد فوسفاتيز اللي هذا يطلع بالبروستاتيك بسرطان البروستات، نقدر نستفاد منه بسرطان البروستات. اوكي، عندنا مثلا الاي ال تي والاي اس تي والجاما جلوتامين ترانسفيريز وحتى الاي ال بي اللي نستفاد به لما تصير عندنا مشاكل بالكبد ومشاكل بالجول بلادر او بالبلادر سيستم او بالبيلياري سيستم اللي هو السيستم مال الماده الصفراء. فعن طريق هنا انا اقدر اشخص، ومثل ما اتفقنا انه انا في حال شخصت اقدر اتابع البروجنوزز مال الديزيز عن طريق انه انا من اطلع العلاجات اظل ادز هاي التحاليل حتى اعرف اكو تحسن لا،
وهذه متابعه البروجنوز اوف ديزيز يسموها فولو اب. فولو اب يعني ارجع اتابع المريض مالتي، اتابع الحاله مالته، اتابع تحاليله، اتابع صحته. تقدر اتابع الفولو اب انه الايفكت مال هذا العلاج اللي انا انطيته عن طريق اظل اقيس او ادز هاي التحاليل بيفور اند افتر تريتمنت، قبل لا اعطي العلاج ورا ما انطيت العلاج، وراح اشوف اكو تحسن او لا. عندنا بعض الانزيمات انه احنا نقدر نستعملها از ثيرابيوتيك ايجنت، اكو انزيمات خاصه اصلا انه احنا نقدر نستعملها كعلاجات، علاج المرض معين، هو مرض معين علاجه انزيم زين. مثل عندنا مثل عندنا ستريبتوكاينيز. ستريبتوكاينيز هذا انزيم ناخذه من نوع من انواع البكتيريا اسمها ستريبتوكوكس. هاي ستريبتوكوكس اقدر اخذ من هذا الانزيم اللي هو ستريبتوكاينيز. هذا ستريبتوكاينيز وظيفته او شو يسوي؟ يوقف التخثر مال الدم، اوكي، يوقف التخثر مال الدم او يدمر هاي الخطره مال الدم اللي تصير زين. فيقول لك يوز ان كليرنج بلود كلودز، انه يوخر لنا هاي التخثرات مال الدم اللي تصير بالذبحه الصدريه. مايوكارديال انفراكشن، هي المايوكارديال انفراكشن ليش تصير؟ المايوكارديال انفراكشن بكل بساطه تصير انه مواد القلب يغذى لنا دني الكورونري ارتريز، هاي الكورونري ارتريز يغذى لنا الهارت، العضله مال الهارت، تجي هنا كوليسترول ودهون وسيل ديبريز يتجمعان وكلوتينج يسوي فت خثره يسد لنا لهذا الشريان. فبالتالي الدم يقوم شنو؟ ما يوصل اصلا لهاي العضله مال الهارت. يقوم ما يوصل الدم اصلا للعضله مال الهارت، لان انقطع البلود فلو عليه. فبالتالي شويه 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 راح يبدي هذا الانسداد يزيد، والعضله ما يوصل دم، فجزء من العضله اللي يغذي هذا الكورونري ارتري ايش بيه؟ راح يموت. فمن يبدي يموت هذا الجزء ويصير فيه نكروسس، يبدي هاي الاعراض اللي نسميها اكيوت مايوكارديال انفراكشن او الذبحه الصدريه، وتبدي الاعراض. فايش قمنا نستعمل؟ قمنا نستعمل ستريبتوكاينيز، لان هاي ستريبتوكاينيز عندها الامكانيه انه تفلش هاي الخضره. فبالتالي من راح تتفلش هاي الخطره الدمويه راح يرجع الدم المجرى، وبالتالي يرجع القلب بالوظيفه الطبيعيه. فهاي ستريبتوكاينيز قلنا يسوي لنا ريليف المايوكارديال انفراكشن عن طريق يسوي لنا اكتيفيتنج، يشغل لنا فد بريكورزر اللي هو البلازمينوجين. هذا البريكورزر اللي بعدين يتحول الى هذا البروتين اللي هو البلازمين، اللي يكون هذا البلازمين وظيفته يفلش لنا هاي الخضره اللي هي الفايبرين، يفلشها الى فد كومباوندز او كومبوننتس اللي تكون سوليوبل اللي يكون ذائبه. فبالتالي راح نتخلص من هاي الخضره ونتخلص من هذا الانسداد اللي ساد لنا الشريان. اذا صار هنا الانزيم اللي هو ستريبتوكاينيز كنوع من انواع العلاج اللي استعملناها. زين، بالاضافه للستريبتوكاينيز عندنا الاسبارجينيز. الاسبارجينيز ايضا هو واحد اوكي من الانزيمات اللي نستعملها بعلاج سرطان الدم او اللوكيميا. اللوكيميا اللي هو واحد من سرطانات اسمه سرطان الدم نسميه لوكيميا، او سرطان كريات الدم البيضاء شويه نكون مور سبيسيفيك. اوكي، يكون لوكيميا. هذا الاسبارجينيز شلون نستفاد منه؟ انه هذه الخليه السرطانيه، الخليه السرطانيه اذا تصمن بيها هي خليه، فبما انه هي خليه فهي خليه اكيد تحتاج غذاء، تحتاج اكسجين، تحتاج نيوتريشن حتى تبقى على قيد الحياه، وبالتالي هاي الخليه السرطانيه تكبر. فهاي الخليه السرطانيه باللوكيميا تحصل مالتها النيوتريشنال ريكوايرمنت عن طريق هذا الامينو اسيد او هذا البروتين اللي هو الاسبارجين. زين، فهذا الاسبارجين هو المسؤول عن التغذيه مال هاي التيومر سيلز، عن التغذيه مال هاي الخليه السرطانيه. فأنا من أجي أحط هذا الإنزيم اللي هو الأسبارجينيز اللي وظيفته الأساسية يضرب لنا الأسبارجين، يقلل الأسبارجين ليفل، يضربه للأسبارجين. إحنا من راح نقلل الأسبارجين كأنما راح نقطع المي والكهرباء على التيومر، راح نقلل الفايابلتي مال التيومر، راح نقلل إمكانية حصوله على النيوتريشن أو على الغذاء، فبالتالي راح نساهم إحنا نكتل التيومر ونتخلص منه. زين، يقول لك نقدر نستعمل الانزيمات اصلا حتى بالديتيرمينيشن اوف ميتابولايتس ان كلينيكال امبورتنس. اوكي، احنا الانزيمات اتفقنا انه هي تدخل بالتفاعلات، اوكي، وبالتالي تسرعها لهاي التفاعلات، او مرات اصلا تدخل بشكل اساسي وضروري، وجودها يكون ضروري جدا حتى تتم هاي التفاعلات. فبالتالي عن طريق وجود هاي الانزيمات احنا نقدر نتحكم بهاي النواتج الايضيه. هي طبعا شنو احنا التفاعلات اللي تصير في جسمنا؟ هي عباره عن كلها تفاعلات ايضيه، عباره عن ميتابوليك باثويز. اوكي، هاي الميتابوليك باثويز يعني تفاعلات ايضيه، ويصير عمليه مثلا تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين، او مثلا تحويل عن طريق الجلايكوجينيسيس، او تحويل الجلايكوجين الى جلوكوز مره لوخ عن طريق الجلايكوجينولايسيس، او تصنيع الجلوكوز بعمليه الجلوكونوجينيسيس.
تفاعلات عضويه تصير بداخل جسمنا هوايه، احنا عن طريق هذه الانزيمات نقدر احنا نحدد او نقدر ناخذ فكره عن عدد هاي الميتابولايتس، عدد هذه النواتج الايضيه بجسمنا. مثل منو؟ مثلا نقدر نحدد الجلوكوز، احنا نقدر نعرف ايش قد جلوكوز بجسمنا، او نعطي استيميشن، نعطي نسبه للجلوكوز بجسمنا عن طريق نستعمل الجلوكوز اوكسيديز. نقدر نعطي استيميشن لليوريك اسيد بجسمنا عن طريق اليوريكيز. نقدر نعطي استيميشن لليوريا عن طريق انزيم اليوريز. والكوليسترول اوكسيديز عندنا، وكذلك عندنا اللايبيز اللي مسؤول عن الترايجليسرايد، والى اخره اضافه للانزيمات اللي نستعملها بالليزا تكنيك. ليزا تكنيك ما اعرف اذا تذكروا لو ما تذكروا بالكورس الاول، هو واحد من السيرولوجيكال، نسميها سيرولوجيكال تيست. اوكي، السيرولوجيكال قلنا التيست اللي تعتمد على الانتيجين انتي بودي رياكشن. احنا نقدر ايضا نستعمل الانزيمات حتى نسرع هاي التفاعلات ما بين الانتيجين والانتي بودي رياكشن، فبالتالي الانزيمات ايضا راح تقدر تعطينا استيميشن. اوكي، انه احنا نستعملها لما نستعملها بالاليزا، تقنيه الاليزا. زين، عندنا الاستادي نقدر نستفاد من الانزيمات ايضا عن طريق دراسه الميتابوليك باث ويز، مثل ما قلنا ان ذا بودي اند ذير ريجوليشن، انه احنا عن طريق هذه الانزيمات راح نقدر نعرف الميتابوليك باث واي، راح نقدر نعرف مثلا هذا الجلوكوز ايش وقت دخل جسمنا، ايش وقت تصنع بالجلوكوجينيسيس، اوكي، ايش وقت صارت عمليه تصنيع جلايكوجين بالجلايكوجينيسيس، ايش وقت تكسر، بيا مرحله تكسرت هاي الجلايكوجين ورجعت الجلوكوز تفاعل الجلايكوجينولايسيس والى اخره. فاحنا نقدر ندرس هذا الباث واي، الميتابوليك باث واي يسموه، او نسميه الدوره مال هذه النواتج الايضيه، دوره النواتج الايضيه بداخل جسمنا. احنا نقدر نعرفه عن طريق انه نعرف الانزيمات اللي تدخل بهاي الدوره، فبالتالي انه احنا من راح نقيس الليفل مالتها باي مرحله من مراحل هذا الميتابوليك باث واي راح نقدر ناخذ فكره عنه. زين، نقدر نستفاد من الانزيمات بعد شنو؟ عن طريق الستادي اوف ريجوليشن اوف انزيم اكتيفيتي. ستادي اوف ريجوليشن عن طريق التنظيم، عمليه تنظيم عمل هذه الانزيمات بايش يساعدنا؟ يساعدنا بالاندرستاندينج، انه نفهم بايوكيميكال ساينز، علوم البايوكيمستري اللي انا متاكد انتم ما تريدون تفهموها ولا عندكم نيه تفهموها. نقدر نفهم بعض الامراض اللي تتعلق بالانزيمات، عندنا مثل السرطانات وشلون تتكون السرطانات، مثل الهارت ديزيز، عندنا مثل الهرمون اكشن حتى من خلاله مثلا نعرف دول جماعات مرضى السكر، او عندنا فد كاتيجوري، تدرون اصلا عندنا فد كاتيجوري كامل من الامراض نسميه ميتابوليك ديزيزز، امراض ميتابوليك ديزيزز. عندنا مثلا نعرف هذا بالسكر وتنظيم الهرمونات والانسولين شنو مشكلته، نقدر نعرف مرض السياده اللي هو ستيت اوف ان ابروبريت انتي دايرتيك هرمونز واخره. حتى نقدر نعرف ايفن دراج اكشن، ايفن انه الفعل مال الدراج من احنا نطف الدواء داخل الجسم مالتنا، ايفن هذا الدراج احنا نقدر نعرف ايش يصير به عن طريق انه معرفه الكونسنتريشن مال هذه الانزيمات. فانه احنا الانزيمات تقريبا تقدر تقول انه هي متحكمه بشكل كامل بكل وظائف الجسم مالت. اوكي؟ زين. هسه نجي للجنرال بروبرتيز اوف انزيماتيك ريأكشن. هاي التفاعلات اللي يتم بفعل انزيمات انه هي تتمتع بوظائف خاصة تتفعل، تتمتع بجنرال بروبرتيز. زين، شنو ذني جنرال بروبرتيز؟ شنو خصائص التفاعلات اللي تصير بفعل الانزيمات؟ أول شيء الانزيمات تعتبر enormous very high catalytic power، يعني عندها إمكانية على تسريع التفاعل بشكل لا صار ولا راح يصير. مثلا تتذكرون هذا التفاعل بوهر افكت وهالدين افكت اللي أخذناه بالكورس الأول، اللي هو تفاعل CO2 ويا H2O حتى يكون حامض الكربونيك H2CO3، وبعدين هذا H2CO3 يتفكك الى باي كارب، الى باي كارب اللي هي H2CO3 زائد ال H، وبعدين يرجع يتحول الى H2CO3، يتحول الى بخار ماء H2O CO2 حتى هذا بخار الماء يطلع للخارج من الرئه مالتنا. هذا التفاعل هو نورمال يصير سواء بوجود انزيم، سواء ما كان اكو انزيم، هذا التفاعل بالحالتين غصبا علينا راح يصير. اوكي، بس شنو الفرق؟ في حال وجود انزيم اللي هو الكربونيك انهايدريز، هذا الكربونيك انهايدريز عند الامكانيه يسوي هايدريشن العشرة اس 5 اوكي سي او 2 مولكيولز ان 1 سكند، 10000 مولكيول من السي او 2 عنده امكانيه يسوي لها هايدريشن بثانيه واحده يحولها الى H2CO3. يعني هو كل شيء ما سوى، هو ما غير التفاعل، التفاعل بقى عافى على حاله،
هو بس زياد لنا السرعه اللي يصير بيها هذا التفاعل، فبالتالي يقول لك هذا انزيم كاتالايزد رياكشن يكون حوالي اسرع بعشرة سبعة مره من التفاعلات اللي تصير ان كاتالايزد او التفاعلات اللي تصير بوجود بدون وجود الانزيم. فهذا اللي خلاه يكتسب انه قدرته العاليه جدا على تسريع التفاعل. اوكي؟ فهذه الخصيصه الاولى. الخصيصه الثانيه تعتبر انه هي هايلي سبيسيفيك، يعني شنو؟ مره واحد اتذكر سال سؤال صراحه ضحكني، او هو مو ضحكني يعني هي ضحكتني الفكره اللي شفت شلون جاوبوا السؤال قدامي. طبعا هو السؤال كلش منطقي كان بوقتها اللي نسال قدامي، سؤال منطقي جدا. كان السؤال ببساطه انه كان الرجل كان الطبيب بده يشرح لنا يقول انه الادويه مثلا انه هذا الدواء مثلا تطير ويشتغل على عضله القلب يقوي العضله مال القلب. واحد ساله سؤال جدا بسيط وجدا تافه بس كبير كان بالمفعول. قال له للدكتور زين انا اعطيته هذا الدواء ايش ما ادري راح ايش ما ادري هذا قلب، هذا بالغلط راح للكبد، هو دم ويفتر بالجسم كله، هو راح للكبد راح يوصل للكبد ويشتغل بالكبد ما راح يؤذي. كان سؤال عنيف عنيف يعني بمعنى الكلمة. وبوقت الدكتور جواب وجواب كلش مضحك، قال له انت مالك علاقة تدخل الدواء للمريض واللي يسأل ميتيه، اللي يسأل عدوه يسأل على القلب وين ويدلوه ويروح. زين هذا هذا السؤال يعني صراحة بقبالي إلى يومنا هذا، إنه هذا السؤال إنه يكون جوابه إنه هاي الدراكس هاي الأدوية او هاي الانزيمات، بدل ما احنا بدنا نحكي الانزيمات تتمتع بكونها هايلي سبيسيفيك متخصصه، يعني هو يشتغل على القلب لو الذبحه ما يشتغل على غير القلب، يلا ودي لي الكبد، خير يروح للكبد، هي مو دوره دمويه ويروح للكبد ما يشتغل، لان هو هايلي سبيسيفيك، هو متخصص، هو يعرف كل زين انه يعني شو وقت يوصل للهارت وهو راح يشتغل بالهارت بسبب امكانيته. هذه يسموها سبيسيفيسيتي، تخصص متخصص يشتغل على الخلايا الموجوده بالقلب الموجوده بالهارت، من يوصل للخلايا الموجوده بالليبر نو رياكشن، ماكو اي افكت. اوكي، فالابيليتي اوف ان انزايم، قدره هذا الانزايم على تسريع تفاعلات معينه بارتيكولر رياكشن، تفاعلات معينه اوف ا كومباوند اور كلاس اوف كومباوندز، نسميها التخصص السبيسيفيسيتي. عندنا عدد انواع من التخصص ان شاء الله راح ندرسهم هسه بالسلايدات القادمه. عندنا مثلا يسموه ستيريو سبيسيفيسيتي، وعندنا رياكشن سبيسيفيسيتي، وعندنا سبستريت سبيسيفيسيتي سوري، وعندنا البوند سبيسيفيسيتي. زين نجي الاول واحد من اللي يسموه الستيريو سبيسيفيسيتي اور ذا اوبتيكال سبيسيفيسيتي. زين تتذكرون احنا بالكيمياء مالتنا، اوكي، بالمحاضره الكيمياء حتى مو بس بالكورس الاول حتى محاضرتنا، قلنا عندنا مركبات تكون يسموها ستيريو ايزومرز، لما تكون عندنا كايرال سنتر اللي هي تكون ذره الكربون، اوكي، لما تكون هنا عندنا ذره الكربون تكون محاطه باربع مجاميع مختلفه تماما عن بعضها البعض، اوكي سي او اتش، اوكي تكون محاطه باربع مجاميع مختلفه البعض، اوكي نقدر نسوي منها ستيريو كيمستري او ستيريو ايزومر، اللي هو يكون نفس المركب بنفس التركيب الكيميائي بالضبط بس الكونفيجوريشن مالته الشكل مختلف. وانا الانو 2 صارت علي صرنا عليمنا ونا سي اتش 3 سي او، هو عباره عن نفس المركب بالضبط بس التوزيع مالته الفراغي مختلف، اللي سمينا واحد منهم ليفو واحد سميناه ديكسترو. اوكي هسه من تجي تصفن على المركب هو نفسه بالضبط، هم دول اللي احنا سميناهم اوبتيكال ايزومر او ستيريو ايزومر. الانزيمات من قد ما متخصصه بالشغل يجيك انزيم يشتغل بس على الدي بس من السي اتش 3 سي دبليو اتش علينا، اذا تجيب نفس الانزيم تجيبه على هذا المولكيول اللي هو ال هو نفس التركيب نفس المجاميع بالضبط بس ما يشتغل. هذا اللي يسموه هايلي سبيسيفيك، متخصص بشكل كلش كبير انه هو يشتغل حصرا على هذا الكونفيجوريشن او على هذا التوزيع الفراغي، يسموه ستيريو سبيسيفيسيتي. اوكي فيقول لك الستيريو ايزومرز هي عباره عن كومباوندز اللي احنا كلنا نعرفها اللي عندنا بالضبط نفس المولكيولر فورمولا، متكونه بالضبط من نفس المجاميع بس الاختلاف مالتها الوحيد هو بالتوزيع الفراغي بالستراكشرال كونفيجوريشن.
فهذن الانزيمات مالتنا من قد ما يكون المتخصصات انه انه يشتغلن بس على ون ايزومر منهم، بس على الالفا او البيتا، بس على الال او الدي. فهذه اللي يسموها ستيريو سبيسيفيسيتي. زين، فيقول لك most of the enzymes of the human body، اغلب الانزيمات اللي موجوده بالجسم مالتنا عندنا هاي القابليه اللي هي مال ستيريو سبيسيفيسيتي او ذا ستيريو كيميكال سبيسيفيسيتي. زين، فبيكوز مثلا اعطيني مثال، بيكوز وي كان يوز اونلي، هسه احنا الجسم مالتنا الانزيمات مالته متخصصه فقط لاستعمال الدي شوجر والال امينو اسيد. فالانزيمات اللي تكون انفولد بالدايجستن والميتابوليزم، الانزيمات اللي تكون مسؤوله عن عمليات الهضم مال هاي الال امينو اسيد ومال هاي الدي شوجرز او الدي جلوكوز، ريكوجنايزز اونلي ذوز بارتيكولار ستيريوايزومرز. ودليل هذا الكلام بالمحاضره السابقه من كنا نسولف بالسيلوز، السيلوز اللي قلنا يتكون من بيتا جلوكوز، قلنا انه احنا الانزيمات مالتنا ما عندها القابليه تهضم البيتا جلوكوز، ما عندها، هي مخصصه بس حتى تهضم الالفا دي جلوكوز. اوكي، فانه هذا بسبب ان الانزيمات مالتنا تكون ستيريو سبيسيفيك لانواع معينه وما تهضم غيرها حتى لو كانت هي ستيريو ايزومرز او حتى اذا كانت هي نفس التركيب الكيميائي بالضبط. اوكي، زين، هاي بالنسبه للستيريو سبيسيفيسيتي. بالنسبه للرياكشن سبيسيفيسيتي يقول لك السيم سبستريت، هذا السيم سبستريت، هذا المركب مالتنا او السبستريت او هذا المكون مالتنا كان اندرجو ديفرنت تايبس اوف رياكشنز، ممكن تصير به تفاعلات هوايه. يعني احنا عندنا هذا مركب واحد، بنجيب مركب واحد، اوكي، عندنا مركب هذا التركيب نقدر نسوي له تفاعلات اكسده، نقدر نسوي له تفاعلات اختزال، نقدر نسوي له تفاعلات نحوله الى غير مركب، نقدر نسوي له ديكاربوكسيليشن، نقدر نسوي له دي هيدروجينيشن، نقدر نسوي له تفاعلات هوايه في المركب. الانزيمات من قد ما متخصصه كل واحد من ذني التفاعلات اللي يصير في هذا السبستريت يصير بفعل انزيم منفصل. يعني الانزيم مو يصير معميل سايق مال هذا السبستريت يمشي له كل معاملاته، يريد تجيب مثلا مركب وصاير لوت يجيب له انزيم واحد، تريده اوكسيديشن هو يسوي له، تريده ريدكشن هو يسوي له، تريده ديكاربوكسيليشن هو يسوي له. لا، الانزيمات متخصصه بتفاعل واحد، يعني انزيم يسوي اوكسيديشن، انزيم يسوي ديكاربوكسيليشن، انزيم ما له علاقه يسوي مثلا ترانز امينيشن. اوكي، فتكون متخصصه بحيث كل واحد من ذني التفاعلات يتم بفعل انزيم منفصل. هذا بما معناه نسميه الرياكشن سبيسيفيسيتي. فيقول لك مثلا من نجيب واحد من الاحماض الامينيه، هذا اللي نقدر نسوي به تفاعلات ترانز امينيشن، نقدر نسوي به اوكسيديتيف دي امينيشن، نقدر نسوي به تفاعل ديكاربوكسيليشن. كل واحد من هذني التفاعلات، اوكي، يكون مختلف تماما عن الاخر، فبالتالي انه كل واحد من ذني التفاعلات تصير عمليه الكاتالايزز مالته، تصير عمليه التسريع مالته بفعل انزيم منفصل. يعني مو انزيم واحد يكون بتاع كله يسوي كل التفاعلات، كل واحد من ذني التفاعلات يتم بفعل انزيم مختلف. زين، هذه بالنسبه للرياكشن سبيسيفيسيتي. بالنسبه للبوند سبيسيفيسيتي، البوند سبيسيفيسيتي يقول لك ان ذيس تايب، من اسمه بوند اعصره، انه الانزيمات اللي تشتغل على هذا السبستريت اللي هن يكونن ار سيميلر ان ستراكشر، يكونن ار ذا سيم تايب اوف بوند. يعني نوع الاثره بيناتهم لازم يكون نفسه. يعني الانزيمات اللي تشتغل مثلا يقول لك على الاثره الفا 1-4 جلايكوسيديك بوند، مو نفس الانزيمات اللي تكسر الاثره 1-6 اوكي بيتا مثلا جلايكوسيديك بوند. يعني ايضا عندها تخصص، عندها سبيسيفيسيتي اتجاه الاواصر، اتجاه البوندز اللي تكون بهاي المركبات. فكل نوع من انواع هذه الاواصر له انزيم خاص مستقل وحده يشتغل عليه. وكيف معطينا مثل هذا الاميليز اللي يشتغل على الفان 1 4 جلايكوسيديك بوند الموجوده بالنشا بالتكسترين. اوكي، نلقى بيه البوند سبيسيفيسيتي هاي الخاصه. تبقى عندنا الخاصيه الاخيره اللي يسموها جروب سبيسيفيسيتي. جروب سبيسيفيسيتي بكل بساطه يقول لك ان ذيس تايب الانزيم از سبيسيفيك المن نوت اونلي ذا تايب اوف بوند، يعني يكون مو بس متخصص للتايب اوف بوند بوت اولسو تو ذا ستراكشر سراوندينج ات. يعني هنا التخصص، يعني حتى لو كانت الاعصره نفسها، عمك حتى لو كانت هذه اعصره مثلا، نقول اذا تذكرون الاواصر عندنا بالمركبات العضويه كان عندنا اعصره مفرده، كان عندنا اعصره مزدوجه، كان عندنا اعصره ثلاثيه. يعني من نجيب فد انزيم مثلا يكسر الاعصره المزدوجه، هذا ما يكسر كل الاواصر المزدوجه بالدنيا، لان عندنا مثلا اواصر مزدوجه بذره بسلسله كربون،
عندنا مثلا اواصر مزدوجه بالاروماتيك، مثلا عندنا اواصر مزدوجه بالسايكلو. فهو مو بس يكون متخصص على نوع الاصره، يكون ايضا متخصص على الستركتشر او التركيب الدائر مدائرها. مثل يقول لك هذا انزيم البيبسين اللي هو موجود بالمعده مالتنا، يقول لك يعتبر واحد من الاندوبيبتيديز انزيم. اوكي اتشرف، شنو وظيفته؟ وظيفته هايدرولايز السنترال بيبتايد بوندز ان ويتش ذا امينو جروبس بيلونج تو اروماتيك امينو اسيد. يعني هذا البيبتيد لا عبالك يفلش كل السنترال بيبتايد بوند الموجوده بين البروتينات، لا 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 لا، يشتغل بس على السنترال بيبتايد بوند مال الامينو اسيد اللي تكون اروماتيك امينو اسيد. شوفوا شلون هيك تخصص بس على الاروماتيك امينو اسيد، مثل الفينيلالانين والفينيل تايروسين والتريبتوفان. اوكي، فعنده تخصص حتى باتجاه الجروب مال هذا المولكيول اللي هو يشتغل عليه. زين، يبقى اخر شيء عندنا السبستريت سبيسيفيسيتي اللي هو ينقسم الى نوعين، اللي هو الابسولوت عندنا، والنوع الثاني اللي هو الريلاتيف اللي هو ما ذاكره. فيقول لك انه الابسولوت سبستريت سبيسيفيسيتي انه يقول لك انه سيرتن انزيم تشتغل اونلي على سبستريت واحد، يعني هو من اسمه. يعني عندنا انزيمات تشتغل على مركب واحد بس قفل على هذا. يعني مثلا الجلوكوكاينيز هذا لو ضربه طلقه ما يشتغل بس على الجلوكوز، لو ضربه طلقه لا يشتغل على فركتوز، لا يشتغل على على الجالكتوز. هو جلوكوكاينيز سبستريت سبيسيفيسيتي فقط حصرا للجلوكوز، فيشتغل بس على الجلوكوز حتى يسوي لنا الجلوكوز 6 فوسفيت. مثلا اليوريز يشتغل بس على اليوريا، يقسمها الى امونيا وسي او 2. كل يعني سبستريت سبيسيفيسيتي، كل واحد من الانزيمات يشتغل على مركب واحد بس. نجي للخصيصه الثالثه، انه لان الانزيماتيك ريأكشنز ار جنرالي ريفرسبل، يعني انت من تجي تسوي تفاعل بفعل انزيم غالبا انه التفاعل ريفرسبل، يعني انت من تجيب تفاعل تحول بيه سبستريت اي الى بي، هذا التفاعل دائما يكون تفاعل ريفرسبل. انت تقدر تسوي نفس التفاعل انه انت تستعمل بيه حتى ترجع تصنع اي مره اخرى. اوكي، وابسط مثال على هذا التفاعل اللي هي عمليه اللي هو سي او 2 وتفاعله ويا الاتش 2 او حتى يكون الاتش 2 سي او 3. انت ببساطه هذا التفاعل اوكي اتش 2 سي او 3 تقدر يصير كتفاعل عكسي، تقدر تستعمل الاتش 2 سي او 3 حتى ترجعه الى اتش 2 او وسي او 2. فاغلب التفاعلات اللي تصير بالانزيمات انه هي تفاعلات ريفرسبل. يقول لك موست انزيماتيك ريأكشن بالجسم مالتنا ريفرسبل. هاوفر، بس شنو؟ الريأكشنز ان ريت ليميتنج ستيبس ان ذا ميتابوليك باثويز ار ريفرسبل تو كنترول ذيس باثويز. يعني احنا من نجي عندنا تفاعل قلنا اي حولناه صار بي، احنا نقدر نلعب بس بالنتيجه النهائيه. يعني احنا اذا استعملنا اي وصنعنا بي نقدر نسوي التفاعل بالعكس ونستعمل البي حتى نصنع اي. هذه الخطوات الوسطيه اللي تصير بوسط التفاعل هي هاي الخطوات الريفرسبل اللي هن يسموها ريت ليميتنج ستيبس. التفاعلات اللي تصير، لان هي طبعا هو اي مو قبل يجي طق طق اي يتحول بي، هو احنا مو رب العالمين، احنا حتى كل شيء كن فيكون اي يتحول بي. اكو فد تفاعلات تكون بالنواتج الوسطيه، اكو فد خطوات تصير يلا يتحول الاي الى بي. هذه الخطوات الوسطيه اللي تصير او اللي تصير بسرعه معينه احنا ما نقدر نلعب بيها الريفرسبل، احنا عليها ما نقدر نسيطر. احنا بفعل الانزيمات نقدر نسيطر على النواتج النهائيه، يا اي نتحول بي فعل انزيم، ونقدر هذا البي نرجعه اي ايضا. اوكي، هنا ذن التفاعلات اللي يسموها ريفرسبل. زين، يقول لك enzymes reduces the activation energy of chemical reactions. وهذه أول كلمة حكيتها بالمحاضرة، أن الإنزيمات هي المركبات التي تعمل على تسريع التفاعلات عن طريق إيش؟ عن طريق تقليل الطاقة اللازمة حتى هذا التفاعل يصير. مثل ما سولفت قلت لكم، إذا تفاعل معين يصير يحتاج إنرجي 100، إذا سويناه بدون إنزيم من راح نجي إحنا نخلي إنزيم اللي يسرع التفاعل راح يصير التفاعل نفسه راح يتم بس يحتاج انرجي 50. فبالتالي هم صار التفاعل بشكل اسرع، هم قللنا الطاقه اللازمه حتى يتم هذا التفاعل. فمن يقول لك اكزامبل رياكشن انه اي يتحول بي، انه هذا الرياكشن اوكرز وين سيرتن فراكشن، لما عندنا بكميه معينه من الاي مولكيولز اوكي
at any at any given instant possesses enough energy to attain an activated state called the transition state. يعني شلون؟ يعني هذا التفاعل لسه احنا هذا التفاعل حاولنا نسويه ساده بدون انزيم. هذا التفاعل شلون اي يتحول به؟ لازم عندنا كميه من ذن المولكيولز اي اللي يكونات عندهن مجهزات والطاقه الكافيه حتى يبدا التفاعل. لما هذني الاي المولكيولز الاي يمتلكن الطاقه الكافيه حتى يبدا التفاعل احنا راح نسميه ترانزيشن ستيت. اذا نقدر نعرف الترانزيشن ستيت انه هي المرحله اللي يوصلها الكومباوندز لما يوصل على عدد كافي من المولكيولز وعدد كافي من الطاقه او كميه كافيه من الطاقه راح يطب الترانزيشن ستيت اللي هي المرحله اللي يبدا فيها التفاعل ويبدا فيها التحول من اي الى بي. اوكي اوكي زين. فيقول لك احنا لما هذا الدني سيرتن في نسبه معينه من ان المولكيولز اي في اي لحظه من التفاعل يعني صار عندنا كميه طاقه كافيه حتى يصير لنا اكتيفيشن حتى مود يبدا التفاعل اللي احنا سميناه الترانزيشن ستيت ات ويتش the probability is very high that the chemical bond is made or broke to the product B وليس P يا كاتب المحاضرة العزيز. زين معناها انه ذني احتوان على طاقة كافية وهاي الطاقة الكافية تكفي حتى تنكسر الأواصر مال هذا المركب A it's very high حتى تكسر هاي الكيميكال بوند بين المركب A فبالتالي راح يتكسر المركب وراح يتم التفاعل وراح يتحول من المركب A الى مركب B. هذا الحكي اوكي اللي هو نورمال يصير. هذا الحكي النورمال مولكيولز يحتوون على طاقه كافيه يطبن بالترانزيشن ستيت راح يتكسرن تنكسر الاواصر بيناتهم فبالتالي يتحولن الى المركب بي. هذا الحكي نورمال. فيقول لك هذه الستيت او الترانزيشن ستيت ما يوصلها المركب لو يرجع راسه بالحائط الا 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 يصل كميه الطاقه الكافيه عند حد هنا انت الاي لو تكتر روحك. اذا ما توصل البارير انرجي 100 اذا ما توصل الطاقه 100 ما راح يوصل للترانزيشن ستيت. وبما انه هو ما راح يوصل للترانزيشن ستيت معناها لا راح يتكسر ولا راح يتم التفاعل. فهذه العمليه ما تتم الا يوصل للتوب مال الانرجي البارير انرجي اللي يفصل لنا تحويل المتفاعلات الرياكتنت اي الى برودكت اللي هي النواتج بي. اوكي لهنا ناس احنا نسولف بدون وجود انزيم اللي مثل لنا يا بادي سوى محتاج طاقة محتاج ليفل طاقة لهنا هذا محتاج طاقة اللي هي نفرض انه هي 100 هنا هي الطاقة هنا 100 هاي بدون وجود انزيم راح يظل يتجهز بالطاقة لحد ما يوصل لهذا البارير انرجي عود يلا هاي الرياكتنت راح تبدي التفاعلات وتتحول لنواتج. اما هذا الخط الاحمر يقول لك الكورس اوف رياكشن وذ انزيم الانزيمات راح تقلل الطاقة اللي يحتاجها حتى يوصل للترانزيشن زون. فبدل ما التفاعل يتم بطاقه 100 الانزيمات راح تخلي التفاعل يتم بوجود طاقه 50 فقللت الطاقه اللازمه حتى يتم التفاعل فبالتالي زيدت السرعه اللي يصير بها هذا التفاعل اللي احنا سميناه كاتاليسيس كاتاليتيك اللي زيد السرعه مال التفاعل. بس لان انا ما كملنا يقول لك احنا صح قللنا الطاقه اللازمه بوجود الانزيمات حتى يتم التفاعل بس ما غيرنا ذره بالتفاعل. بالنهايه البرودكتس النتيجه سواء بوجود انزيم اوكي سواء عدم وجود انزيم احنا وصلنا للنتيجه نفسها. يعني ان الانزيم ما اثر على الناتج ما التفاعل ما اثر على الرياكتنس على المواد الداخله بالتفاعل بس مجرد زيد السرعه اللي يتم بها هذا التفاعل. اوكي فعندنا هذا الفري انرجي اوف اكتيفيشن او هذا الثابت اللي هو الدلتا جي اللي نسميه فري انرجي اوف اكتيفيشن الطاقه الحره للاكتيفيشن مال هذا التفاعل. It is the amount of energy required كميه الطاقه اللي نحتاجها حتى شنو؟ To bring all molecules حتى نحول كل المولكيولز بمول واحد من السبستنس at a given temperature بثبوت درجه الحراره نحول الترانزيشن ستيت at the top of energy barrier. اذا الفري انرجي اكتيفيشن هي كميه الطاقه اللي نحتاجها حتى نحول مول واحد من السبستنس الى الترانزيشن ستيت على مود يتحول وراها الى برودكتس الى نواتج بثبوت درجه الحراره at a given temperature بثبوت درجه الحراره نسميها الفري انرجي اوف اكتيفيشن.
زين هاي الانزيمات كومبايند ترانزينتلي وذ رياكتنتس، هذه الانزيمات راح تجي تتحد وكأنما ويا المواد الداخله بالتفاعل الرياكتنت حتى تخليها توصل للترانزيشن ستيت وهافينج لور انرجي اوف اكتيفيشن، يعني تقلل الطاقه اللي تحتاجها حتى توصل للترانزيشن ستيت اكثر من المواد اللي هن نسميها الانكتالايزد رياكشن او التفاعلات اللي ما تدخل فيها الانزيمات. Thus هذه الانزيمات اكسلريت كيميكال رياكشن، يعني انه الميكانيزم اذا قال لك انه هاي الانزيمات شلون تسرع الكيميكال رياكشن تقول له باي لورنج اكتيفيشن انرجي، تقلل الطاقه مالها. يبقى عندنا اخر شيء انه الانزيمات مثل ما اتفقنا انه هي ما تاثر على الرياكشن اكوليبريوم، بس احنا عندنا هذا التفاعل البسيط اللي هو الاي زائد بي يعطينا سي دي، حتى نجي نحسب ثابت التفاعل اللي درسناه اللي هو الكي يساوي سي دي تركيز السي مضروب بتركيز الدي مقسوم على تركيز الاي في تركيز البي حتى يطلع لنا الثابت اللي هو الكي اكوليبريوم. زين هذين الانزيمات ما ياثرن على ثابت التفاعل، ليش؟ لان هي ما راح ياثرن على اي تركيز من ذول الحبايب الداخله بالتفاعل. ثابت التفاعل او ثابت الاتزان يتغير لما يتغير تراكيز ذول الشباب الطيبه. بما انه الانزيمات ما تغير تراكيزهم، هي مجرد تدخل بالتفاعل تسرع وتطلع، فهي ما راح تزيد على الاكوليبريوم مال الرياكشن، بس هي مجرد تقلل التايم اللي يحتاجه هذا التفاعل حتى يوصل للاكوليبريوم. زين يبقى عندنا اخر تاثيرات من تاثيرات الانزيمات، ان الانزيمات ترانسبورتس ديفرنت كانز اوف انرجي، انه هي عاده القابليه انه هي تلعب بالطاقه. اوكي يعني هي تغير الطاقه، يعني هي مثلا تغير مثلا تستعمل الطاقه الموجوده او المخزونه بداخل المولكيولز اللي هي مثلا اوكي على شكل انه هاي المركبات العاليه الطاقه اللي هي مثلا الاي تي بي راح تحولها تو انذر فورم اوف انرجي الى نوع اخر من الطاقه اوكي اللي يستعملها الخلايا بشيء اخر. مثلا هي تستعمل مثلا الطاقه المخزونه بداخل هاي المولكيولز تحولها الى الكتريكال انرجي الى طاقه كهربائيه وبعدين تتحول الى نيرف امبلسز اوكي عصب عصبي. فهي تلعب بالانواع مال الطاقه وتسوي ترانسفورميشن بيناتهم، والانزيم انزيم اكتيفيتي از بريسايسلي ريجوليتد. اوكي يعني هذا الشيء كلش مهم، انه الانزيمات هي صح مسيطره على كل شيء بس يبقى جسمنا هو اللي مسيطر عليه، لان اغلب الانزيمات اول شيء هي تنفرز عن طريق خلايا بالجسم مالتنا وعن طريق اورجانز عن طريق اعضاء بالجسم مالتنا، فساعه انه الجسم يحتاجه راح يفرزها لهاي الانزيمات، ساعه انه الجسم ما يحتاجه ما راح يفرزها لهاي الانزيمات. فبالتالي عمليه الريجوليشن والسيطره على هاي الانزيمات تتم بواسطه الجسم مالتنا، يعني هي مو موجوده وخاوه علينا تشتغل كل شيء، لا الجسم هو اللي مسيطر عليها، فبالتالي هو اللي يسيطر وينظم الاكتيفيتي مالتنا.